يا فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء. ما زالت أخبار التلوث البيئي المتعمد تتواصل من الأحواز، وما زالت الأمراض المنتشرة بسبب ذلك التلوث تحصد أرواح آلاف الأحوازيين، فمن لم يمت برصاصات الاحتلال أو تحت التعذيب في سجونه ومعتقلاته مات بسبب تلويثه للبيئة والمياه والأجواء. أهلا بكم في حلقة هذا المساء، ونبدأ فقرات هذا اللقاء بالأخبار فإلى العناوين. إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. 20% من الأحوازيين يموتون بسبب تلوث البيئة. سلطات الاحتلال الفارسي تواصل مداهماتها على بيوت الأحوازيين. الحكم بالسجن مددا متفاوتة على 4 أحوازيين. 40% من الشعب الأحوازي لا يملكون دخلا يوميا. الحكم على 20 أحوازيا باعتناق المذهب الشيعي لمدة عام. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. أشارت نتائج إحصائية قام بها باحث أحوازي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأحواز بنسبة تصل إلى 30% في العقد الأول من القرن 21 مقارنة مع العقد الأخير من القرن المنصرم. استندت الدراسة التي أعدها الأحوازي مهدي الهاشمي إلى إحصائيات الوفيات الرسمية التي نشرتها المراكز الإيرانية كمركز إيران الحكومي للإحصاء والإدارة العامة للأحوال المدنية الإيرانية، وتركزت هذه الدراسة على الإحصائيات المتوفرة لمدة 22 عاما، وقد تطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سابقة أجريت من قبل كلية الطب في جامعة تشمران التي ذكرت أن سبب وفاة 20% من الأحوازيين نتيجة التأزم البيئي والتلوث الشديد للجو والمياه والتربة. كما أكدت الدراسة على أن نسبة انتشار المرض بالسرطان ارتفعت من 1927 حالة في العام 2004 إلى 5075 حالة في العام 2008. وذكرت الدراسة أن أكثر من 2000 أحوازي يتوفون سنويا نتيجة السرطان. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار
فعجت بقلبي دماء الشباب. قامت أجهزة أمن الاحتلال الفارسي بمداهمة منازل عدد من الشباب الأحوازيين في حي الثورة واعتقالهم إلى جهات مجهولة. وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية مشاركة هؤلاء الشباب في مسيرة نظمها عدد من النشطاء الأحوازيين للتضامن مع عوائل الشهداء الذين أعدمهم النظام الإيراني ولم يسلم جثامينهم إلى ذويهم حتى الآن. المصادر الحقوقية ذكرت بعض أسماء المعتقلين، ومنهم الشاعر محمد البتراني وشقيقه وعباس سواري ومحمد صياحي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز أحكاماً أولية بحق 4 نشطاء أحوازيين، حيث تتراوح تلك الأحكام بالسجن فترة ما بين 5 أعوام والسجن المؤبد. قد شملت تلك الأحكام كل من حسن عبيات بالسجن المؤبد وخالد عبيداوي بالسجن لمدة 10 سنوات وعيدان بيت سياح بالسجن لمدة 5 سنوات وجاسم ساعدي بالسجن لمدة 5 سنوات. وكانت المخابرات الإيرانية قد انتزعت الاعترافات قسرا منهم وزعمت أنهم قاموا بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال ضد 2 من عناصر قوات التعبئة الإيرانية. وقد بث الاحتلال هذه الاعترافات على قناة بريستيفي الناطقة باللغة الإنجليزية والتابعة له، وهي الاعترافات التي نفاها المتهمون جملة وتفصيلا. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكرت مصادر أحوازية مطلعة أن ما يقرب من 30,000 أسرة أحوازية لا يملكون مدخولا يوميا، كما أن 70,000 معاق أحوازي يعانون من النقص والحرمان في الخدمات الصحية والطبية. وكان غلام رضا صديق راد مدير دائرة الرعاية الاجتماعية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الأحواز قد طالب أصحاب الشركات في القطاع الخاص والمقاولين أن يساهموا في تشغيل وتوظيف عدد من الأفراد الأحوازيين. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الأسر التي لا تملك مدخولا يوميا قد تجاوز 40% من عدد السكان. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أرغمت السلطات الأمنية الإيرانية في سجن القنيطرة سجينين من أهل السنة والجماعة على اعتناق التشيع كمذهب. وكان القاضي في محكمة الثورة في الأحواز سيد محمد باقر موساوي قد حكم بالسجن مدة 1 عام والتعبد بمذهب الشيعة في حسينيات الشيعة مدة لا تقل عن 2 بحق 20 مواطن أحوازي من أهل السنة والجماعة تحت إشراف أئمة الجوامع والحسينيات الشيعية، على أن يرفع أئمة تلك الجوامع والحسينيات تقارير أسبوعية بذلك إلى الجهات الأمنية. وصلنا مشاهدي الكرام إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم بعد فاصل قصير. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء. لا شك بأن أي حكومة
تهتم برعاياها. والنظام الإيراني يفرق بين الفقراء وبين المحتاجين والأرامل والأيتام والضعفاء في المناطق الفارسية، وأيضا يفرقهم عن المواطنين الأحوازيين أصحاب النفط أصحاب الخيرات، لا يجدون ما يجده الفارسي في المناطق الفارسية. لماذا؟ إذا كانت يعني هذه النسبة التي عرضناها في نشرة الأخبار بأن 40% من الشعب الأحوازي لا يملكون دخلا يوميا، فهذا حقيقة يحتاج إلى تفسير وإلى تحليل. ويسرنا أن يكون معنا الباحث في الشأن الأحوازي الأستاذ عبد الرحمن الأحوازي من لندن. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بك. يا أهلا ومرحبا. الأستاذ عبد الرحمن، التيار الوطني الأحوازي في موقعه ذكر يعني هذه الدراسة أن ما يقرب من 30,000 أسرة أحوازية لا يملكون يعني مدخول يومي. أيضا ذكروا في الخبر بأن 70,000 معاق أحوازي يعانون من النقص والحرمان في الخدمات الصحية والطبية. يعني ذكروا أيضا بأن تعتبر النسبة 40% من هؤلاء لا يجدون أي دخل يومي. ما هو الشيء الذي استندت عليه من خلال هذه الإحصائية؟ بداية أوجه تحية لجميع مشاهديكم، خاصة إلى مشاهديكم من الأحواز، إلى أبناء شعبنا في الداخل، إلى جميع مشاهديكم في الوطن العربي. الخبر الذي نشره موقع التيار الوطني العربي الديمقراطي في الأحواز هو يستند على تصريحات رسمية من قبل مسؤولين رسميين يعملون في الدوائر الإيرانية. هذا التصريح الذي جاء به مسؤول دائرة ما تسمى الرعاية الاجتماعية أو ما يسمونهم في اللغة الفارسية بهزيستي، أو هناك أيضا مؤسسة أخرى تسمى بكوميتة إمداد أو كوميتة الرعاية الاجتماعية، رعاية خاصة. هذه الأخبار هي جاءت على أساس التصريحات التي صرح بها هؤلاء المسؤولون في وسائل الإعلام الإيرانية. فبالمناسبة قبل لا أذكر أنه هناك تعريف عند علماء الاجتماع للفقر، يعني الفقير حسب علماء ما يذكره علماء الاجتماع هو الفقير الذي لا يملك مستلزمات الحياة كالملبس والمشرب والمأكل، والأضاف إليه الدراسة أيضا في العلم الحديث. وحسب أن هذا التعريف يختلف من المجتمع الآخر، فإن كل مجتمع أنه هذا التعريف الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، ويحاول أولياء الأمور أو الحكام يحاولون أن يقللوا من نسبة الفقر، يقللوا من نسبة الضغط الذي يتحمله الطبقة الفقيرة من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، خاصة للأطفال وكبار السن. فالمعاقون لهم يعني تعريفهم الخاص، وهناك يتمتعون برعاية خاصة في الدول المتقدمة وفي كثير من الدول. ولكن بالنسبة لإيران وخاصة في الأحواز هناك الأمر يختلف تماما. فالرعاية الاجتماعية والعناية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في إيران لا يشمل العاطلين عن العمل. المعروف يعني في بعض الدول الخليجية بأن الضمان الاجتماعي لمثلا الأرامل، لكبار السن الذين ليس لديهم عمل. نعم، هو هذا ما هو هذا المعروف عليه، معروف ما يعني محتاج عليه وما تعمل عليه كثير من الأنظمة والدول. ولكن في إيران الضمان الاجتماعي يشمل الذين يعملون حتى يدفعون نسبة مئوية من رواتبهم يعني للضمان الاجتماعي، ولكن الذين لا يعملون البطالة يعني الغير حاصلين على وظيفة عمل رسمية في الدوائر الحكومية والدوائر الخاصة، فهم لا يشملهم الضمان الاجتماعي. وتعرف الفقر في الأحواز يأتي من يعني أحد أسباب الرئيسية للفقر هو البطالة،
والتي هي في الأحواز معروف عنها تتجاوز النسبة يعني تتراوح النسبة ما بين طيب. 60% إلى 20% في بعض الأحياء. طيب أخي عبد الرحمن أنا سأعود إليك بعد قليل لنفرق بين حياة الفارسي وحياة الأحوازي يعني أصحاب يعني الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم دخل، لكن بعد أن نتعرف ما هي ثروات الأحواز، يعني هؤلاء يعني 40% من الأحوازي ليس لديهم دخل يومي، يعني ماذا تحمل هذه الأراضي الأحوازية من خيرات ومن نعيم، ثم بعد ذلك لا ينعم بها إلا النظام الإيراني وأتباعه. نشاهد هذه الفقرة، فقرة من أجل الأحواز. تمتلك الأحواز ثروات طبيعية هائلة وكثيرة جدا بفضل الله، يعني اليوم 80 إلى 85% من ميزانية الدولة الفارسية تؤمن من الأحواز، أي من ثروات الأحواز. النفط يشكل 10% من إجمالي احتياط العالم من النفط هو في الأحواز موجود. 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية هو من الأحواز. الغاز أكثر من 90% من إجمالي صادرات إيران الغاز هو في الأحواز. أكثر نحو 15% من إجمالي احتياطي العالم من الغاز هو في الأحواز. الثروات المائية، وفرة الأنهار، خصوبة الأراضي، المعادن. إضافة عن حوالي 80% نقدر نقول من الدخل القومي للنظام المحتل الإيراني هو من الأحواز، النفط والغاز. غاز إيران 90% من الأحواز. البيئة يمكن استثمارها، هذه بيئة، لأن في الأحواز هنالك شاطئ بحري طويل جدا، وهذا الآن تستثمره إيران لصالحها. إجمالي الإنتاج للقمح في عموم إيران 50% من إنتاج الإجمالي للقمح هو من الأحواز. نجد أنه أكبر السدود هي تم بنائها في الأحواز. الأحواز هو من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، هو كله ثروة. لو أوصف لك الأحواز أغنى بلد عربي يمكن أبالغ بيها، يعني الثروات الموجودة بالأحواز. دعنا عن النفط والغاز، في ثروات طبيعية كثيرة، في الزراعة في الأحواز، في الأنهر في الأحواز. لما تسولف عن الثروات النفط والثروات الطبيعية والتراب اللي موجود، تراب الأحواز كله ثروات. لما تلزم التراب الأحواز تشتمه بكل مكان بكل منطقة، إلى طعم خاص ورائحة خاصة. ثم قامت بنهب ثرواتها وتشريد أهلها وحرمانهم من أبسط حقوقهم الشرعية والقانونية. نعم، نسبة واقعية، وإيران هي بلا أحواز، أو بدون الأحواز هي دولة فقيرة ولا يوجد فيها أي ثروات طبيعية وغير طبيعية. يعوم الأحواز على بحيرات من النفط اللي نتيجة تنغيبهم وبحثهم نقبوا الفرس منذ احتلال الأحواز إلى يومنا هذا عن آبار نفط، لقوها أغلقوها ولقوا أخريات وأغلقوهن ولقوا أخريات وأغلقوهن. النفط هو لإيران، عندما احتلت الأحواز أصبح النفط لإيران، وحدثت واقعة معينة، طالب في فترة معينة الأحوازيون بأن يعطى للأحواز 1% من الموارد الاقتصادية التي تأتي بعد بيع النفط، ولكن رفض الاحتلال الفارسي حتى نسبة 1%. لكن الاحتلال الفارسي هو الوباء وهو الذي يرتكب الجريمة. كان الشعب العربي الأحوازي على أرض هذه الثروات أو بدونها، لأن هناك أطماع إيرانية للتوسع، والأرض الأحواز والشعب العربي الأحوازي هي ضحية للأطماع الفارسية. لا، مع الأسف أكثر الثروات لا ما لنا علاقة، مثلا الأنابيب الغاز يعني الدخان الموجود إحنا بس نشمه، والأمراض الموجودة بالتنفسية والجلدية والنفايات بالأنهر السموم. فهي أرض الطابقين الذهبيين، إلا أن شعبها العربي الأحوازي يعيش على حقيقة أفقر شعب هو يعيش على أغنى أرض، وكل هذا بسبب الاحتلال الأجنبي الفارسي وارتكابه جريمة الإفقار الاقتصادي والاضطهاد الاقتصادي ضد الشعب العربي الأحوازي. تستطيع تقول بأن أرض الأحواز هي أغنى أرض في العالم، ويعيش على هذه الأرض أفقر شعب بالعالم. وهذا طبيعة الاحتلال، أنه يحاول يطبق سياسات إجرامية على الشعب اللي يوقع تحت الاحتلال حتى لا يستنهض
قواه، لأن الفقر هو أحد أسباب أنه الشعوب يعني لا تستطيع مقاومة الاحتلال، يعني هو علة بالواقع، يعني أحد الأسباب بأن يجعل الشعب عاجز عن مواجهة العدو. الأحواز إلى تأثير قلب إيران كما يقولون، ف يعني إيران بدون الأحواز لا شيء، إذا الأحواز تحرر ينتهي إيران. الجغرافيا الأحواز أقنى أرض، بس بالحياة الإنسان أفقر إنسان الأحوازي، أفقر إنسان في الكرة الأرضية ماديا بس مو معنويا، لأنه هو غني بمعنويته. نعم، يقول عندنا مثل عربي يقول الجمل يحمل على ظهر الذهب ويأكل العقول، الشوك العقول، هذا عندنا مثل شعبي. فالأحوازيين مع كل أنه الجمل هو أهم، يعني مو هو لا تشبيه، بس كمثال نعم الأحواز أقنى أرض، على يعني أقنى أرض حقيقة، وأفقر شعب لأنه ما يملك شيء. والله أفقر شعب من حيث المادة، لكن أغنى شعب من حيث النفس وعزة النفس والكرامة على أغنى أرض بالعالم كله، هذا غير قابل للجدال. امتياز من الجماعة هذولي، كل امتياز من الشركة ما حوشنا، من الدولة ما حوشنا، لا حطونا مدرسة من خارج تقريبا الديرة هاي، لا سرويس مطين نحن هنا، لا عدنا بهداش وزيان الشركة بنام أذيتنا زيان من غير بكانات ومن غير دير هنا نقرون وفوقها كنا قاعدين، هسه بطالنا كنا قاعدين، لا عدنا فرق يشتغلنا بالبيوت هذا ولا عدنا. لما نتحدث عن موضوع الفقر أو موضوع يعني سوء معيشة على أرض الأحواز، هذا أمر صعب يعني وقاسي جدا على يعني هذا الفرد الأحوازي الذي دائما إما أن يعمل في شركات عامل أو خادم أو ليس لديه أي دخل. هذه أرض نفطية، أرض غنية، يعتمد عليها النظام الإيراني بنسبة 85% إلى 90% من النفط، ومع هذا هذا حالهم والله المستعان. نعود مجددا مع ضيفي في هذا اللقاء الناشط السياسي عبد الرحمن الأحوازي، أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. نود يعني مقارنة بين الفرد الأحوازي والفرد الفارسي، ولو كان يعني مثلا لو تطرقنا للمعاق، مثلا المعاق الأحوازي والمعاق الفارسي، حتى يعني تكون هناك المقارنة بشكل واضح وأفضل. طبعا هي قد تطرقتم في تقريركم المفصل حول الثروات التي يمتلكها الأحواز من ثروات طبيعية أنعم الله بها هذا الشعب، ولكن للأسف شديد أصبحت من ملك المحتلين. قد مقارنة ما بين الفرد الأحوازي والفرد الفارسي، عندما سبق أشرت إلى موضوع وهو من الأسباب السبب الرئيسي للفقر في الأحواز، هي من أهم الأسباب تكون البطالة. فكما أشرت أنه نسبة البطالة في الأحواز يعني مرتفعة جدا، وتتراوح ما بين 20-61% في المناطق المختلفة، خاصة في ضواحي مدينة الأحواز. أما بالنسبة للمعاقين، فهناك مؤسسة تسمى مؤسسة الرعاية للمعاقين، أو ما تسمى البهزيست باللغة الفارسية. للأسف الشديد الروتين الإداري لهذه المؤسسة والعناية التي أو الرعاية التي تؤمنها من أجل المعاقين هي ضئيلة جدا، قياسا مع نسبة المعاق أو كيفية المعاق أو حالة المعاق الصحية وحالة النفسية. يعني المرتجى أو المترقب هو أنه جمعية المعاقين تأمن أو الحكومة تأمن الرعاية النفسية والرعاية المالية والرعاية من التعليم وتوفير الوظيفة المناسبة للمعاق، ولكن بالنسبة للفرد الأحوازي خاصة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين من الناحية الذهنية، فهؤلاء يتحملون عبء أكثر لأنهم لا يمتلكون القدرة للتكلم، والأهل متكلمين معهم باللغة العربية، فعندما المراجعات إلى الدوائر الحكومية الإيرانية قد تكون أو تصبح صعبة جدا بالنسبة لهؤلاء المعاقين.
ضف إلى ذلك أن هناك تعريف في إيران أكثر المعاقين الذين يستلمون المساعدات الحكومية هم من معاقي الحرب. كم تقدر رأس عبد الرحمن؟ كم تقدر المساعدات التي تسلم المعاق؟ هي قد تساوي لا شيء، قد تساوي لا شيء. وأنا عندي نماذج، يعني نظرا لحالتي الخاصة، يعني أنا عندي نماذج خاصة أشخاص يعني حسب مراجعاتي الشخصية لما كنت في الأحواز، يعني تساوي لا شيء، تساوي لا شيء يعني بالنسبة قياسا مع ما هو المترقب لتقديم المساعدات للمعاقين. طيب طيب، المعاق مثلا في المحافظات الفارسية والبلاد الفارسية يعني يفرقونهم على المعاقين مثلا في الأحواز، أم أن المعاملة هي واحدة؟ يعني هو لا شك أن هناك ظلم على جميع الشعوب في إيران، لا شك أن هناك ظلم على جميع الشعوب في إيران، في سائر الشعوب الموجودة في جغرافيا ما تسمى بإيران. ولكن لما نأتي إلى الأحواز، نظرا لما تفضلتم به وما طرحته من الثروات الهائلة الموجودة في هذه الأرض، يعني الشعب العربي الذي هو صاحب هذه الأرض وصاحب هذه الثروات هو يعيش في هذه الحالة من الفقر. يعني نسبة الفقر الموجودة في المدن الأحوازية أو بين الشعب، نسبة البطالة الموجودة في الأحواز، يعني المعاق هو جزء من هذا المجتمع الأحوازي، يعني لا يمكن تجزئة المعاق من سائر مكونات الشعب العربي الأحوازي. هو إنسان له حق الحياة. طيب، له حق التمتع بالحياة الكريمة. نحن سنتجاوز يعني 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 أمر المعاق، ولكن يعني هل بالإمكان يعني أنت كباحث أن يكون مثلا لنا لقاء قادم يتحدث عن يعني الرعاية الموجودة للمعاقين في أرض الأحواز، ويعني مدى الاهتمام الذي تهتم بها الإدارات الحكومية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا؟ يعني نتمنى أن يكون هناك يعني تقارير واضحة عن حال المعاق الأحوازي، لأن هذا أمر يهمنا جميعا. إذا كان هناك يعني مقارنة أو يعني يفرقون بين الفرد الأحوازي والفرد الفارسي المعاق، فهذه إشكالية كبيرة جدا، ونتمنى منكم أن تتقصوا هذا الأمر ونتناقش فيه في حلقة قادمة حتى لا نخرج عن الموضوع. بالتأكيد هو حالة المعاق، يعني هناك يعني كثير من النواحي القضية الأحوازية تحتاج إلى دراسات مختلفة ودراسات مكثفة. بالنسبة لواحد كم يعني نموذج بسيط للمعاق، بالنسبة لقسم التعليم يعني المعاق، يعني التعليم الذي يتلقاه المعاقين في الأحواز، يعني مقارنة مع إصفهان على سبيل المثال، كمقارنة أنا قمت بها، يعني كثير من أهالي المعاقين الذين يمتلكون القدرة المالية هاجروا، يعني يحبذون الهجرة إلى إصفهان إلى مدن أخرى حتى يؤمنوا التعليم اللازم لأبنائهم المعاقين. يعني هناك أماكن خاصة بالتعليم للمعاقين في أرض الأحواز؟ هناك موجود، ولكن الأماكن الموجودة هي ضئيلة جدا، نسبتها قليلة جدا، والخدمات التي تقدمها مقارنة مع سائر الأماكن المركزية خاصة في إصفهان. طيب، وطهران هي ضئيلة. طيب معلش أخوي عبد الرحمن، نتمنى يعني أن توافونا بتقارير يعني واضحة عن هذا الموضوع بالذات، عن المعاق الأحوازي في جميع جوانب حياته، يستحق منا أن نلتفت إليه التفاته، لأن يعتبر شريك لنا في حياتنا. فنتمنى يكون هناك يعني إن شاء الله حلقة خاصة عن هذا الموضوع، وسأتناقش معك إن شاء الله لتحديد يعني موعد الحديث حول هذا الموضوع، وسنعرض إن شاء الله يعني إيميل خاص ببرنامج الأحواز المنسية إن شاء الله في نهاية اللقاء، لمن لديه يعني صور أو مقاطع فيديو أو أي حاجة يعني تخص يعني المعاق فيرسلها على إيميل البرنامج، وبإذن الله يعني سنقف مع المعاق الأحوازي، ويعني نحاول نبحث الطرق التي تجعله يعني يعيش في حياة كريمة بإذن الله. الآن يعني لما نقارن الحياة الفرد الأحوازي البسيط بحياة الفرد الفارسي البسيط، كيف تقارن بين هذا وذاك؟ هي قد تكون المقارنة بين الشخصين يعني صعبة جدا، يعني أو خلينا نقول من جهة أخرى هي سهلة، لأن الفرد العربي الأحوازي هو صاحب الأرض
وصاحب الثروات هذه يعني يعيش في مناطق في ضواحي المدن الأحوازية تحت خط الفقر المطلق، ليس خط الفقر النسبي، لا خط الفقر المطلق. على سبيل المثال احنا نذكر ضواحي في الأحواز، مناطق في الأحواز التي هي تعتبر من ضواحي مدينة الأحواز، منطقة الصياحي، حي الثورة، أو حي ما تسمى رزمندقان، أو حي الأحواز، كريشان، سيد كريم، ملاشية، وتشنيبة، والجنقية، إلى ما هنالك من المناطق. نسبة البطالة على سبيل المثال، نسبة البطالة الموجودة في حي سيد كريم 58%، نسبة البطالة الموجودة في حي آل صافي 61%، حي الثورة 9%. ما هي أرقام أطلعها يعني من أكتبها أنا وأطلعها يعني من تلقاء نفسي، هي إحصائيات قامت بها جامعة شمران في الأحواز بناء على الإحصائيات اللي قدمتها هذه الجامعة. نسبة البطالة في منطقة الزوية 29%، وفي الملاشية 21%. هاي الإحصائيات تبين أن مدى الفقر الموجود في المناطق العربية. فضف إلى ذلك أنه نسبة السكان العرب الموجودين في هذه المناطق هي 95%، نظرا لهذه الإحصائية، يعني 95% من سكان ضواحي الأحواز هم من العرب، أو ما يشكلون ب 500,000 نسمة من سكان مدينة الأحواز فقط، مدينة الأحواز، أو ما يعادل 30% من أو 35% من نسبة السكان إجمالي سكان المدينة. فهذا يبين الفقر، يعني الاختلاف موجود. بالمقابل الفارسي المهاجر الذي يأتي إلى الأحواز، الفارسي المهاجر هو يؤمن من ناحية الوظيفة، يعني لا يأتي فارسي إلى الأحواز إلا وكأنه تكون وظيفة متوفرة إليه. يعني الفارسي لما يأتي من مدن أخرى الوظيفة متوفرة إليه، السكن متوفر إليه، وسائل الحياة الكريمة متوفرة إليه، الضمان الاجتماعي متوفر إليه. في حال أنه في الخبر الذي أدينا به في موقع التيار أنه المدير مركز الرعاية في مدينة عبادان يفضل على الناس أنه يقدم لهم 45,000 من نعم، يريد أن يرض الناس أو يسكت الناس حتى ويوهم الآخرين أنه كدعاية إعلامية أنه إحنا قدمنا للشعب ما بإمكاننا. يعني أفهم منك أستاذ عبد الرحمن بأنك أنت الآن تستنكر يعني التعامل مع الأحوازي ومع الفارسي على الأرض الأحوازية، يعني هذه مقارنتك؟ يعني أنت الآن يعني ليس لنا كأنك تقول ليس لنا علاقة ب الفارسي في المحافظات الفارسية ولا في عند البلوش ولا عند الأكراد، نحن نتكلم عن الأرض الأحوازية، وهناك فرق بين الحياة الكريمة التي يعيشها الفارسي على الأرض الأحوازية وبين الحياة التي يعيشها الأحوازي على أرضه وأرض أجداده. يعني هذا قصدك؟ هذا جانب من المقارنة. إذا أردنا نقارن الحياة الفرد الأحوازي في الأحواز وسائر المدن، هي نسبة البطالة ونسبة الفقر ونسبة الإحصائية التي تقدمها مراكز الدراسات الإيرانية، هي تبين يعني مدى الفارق الموجود ما بين الفرد الأحوازي في الأحواز والفرد الفارسي في سائر المناطق الإيرانية. لا شك أن هناك فرق في بلوشستان، هناك فرق في كردستان، هناك فرق في أذربيجان، أنا لا أنكر هذا الأمر، لأن الشعوب الإيرانية في الشعوب المتواجدة في جغرافية ما تسمى إيران كلهم مضطهدون من قبل النظام الإيراني. طيب هناك من يقول بأن يعني هؤلاء الذين على أرض الأحواز يعني مستوطنات ويأتون يعني لعمل معين ويعملون في الشركات وتبع أعمال معينة، ليسوا يعني ليس لديهم يعني حياة في أرض الأحواز إلا مجرد عمل فقط. لا، هي ليست مجرد عمل ومؤقت ويرجع إلى بلده، بالعكس هي مسألة استيطان. لما المهاجر لما يأتي يعني في عبادان عندنا شركة النفط في عبادان، يعني الآن ما يقارب 70 سنة أو أقل وأكثر المهاجرون يسكنون في عبادان، يعني لم يخرجوا من عبادان أو في الأحواز العاصمة نفسها. يعني فالمهاجر الذي يأتي هو يسكن هناك ويأتي بأفراد عائلته، يأتي بأغرباء، وهذه نوع من الهجرة المدروسة، يعني الهجرة ليست والمقصودة والمدروسة، يعني لم تكن هناك فقط من تلقاء شخصي أو إرادة شخصية،
للهجرة للعمل، بالعكس هي هناك هجرة مبرمجة ومخططة من أجل تغيير التركيبة السكانية، لا شك في هذا الأمر. طيب أنا بسألك أسئلة يا أستاذ عبد الرحمن، أنا بأقارن يعني يعني وضع الأرض الأحوازية بما أنها أرض عربية يعني وأرض تعتبر أرض خليجية وأرض نفطية مع يعني السعودية، المملكة العربية السعودية بما أنها أيضا دولة غنية ودولة نفطية. أنا بسأل هذه الأسئلة، هل هي موجودة عندكم في الأحواز أو لا؟ أنا بقارن يعني بمنشأة عندنا في المملكة العربية السعودية يعني تقوم على يعني خدمة المسنين وأيضا الأيتام ويعني أعمال مؤسسية خاصة بهؤلاء، على الرغم بأن هناك قصور يعني قصور، ولكن لا مقارنة بما يحصل في الأحواز. هل لديكم إعانات اجتماعية يعني شهرية لمن؟ للأحوازيين تقدمها الدولة الإيرانية؟ لا. طيب هل لديكم يعني مقر مثلا في كل مدينة مقر خاص لرعاية المسنين؟ أنا كان هو هناك مؤسسة موجودة تسمى مؤسسة الرعاية للدول للمحتاجين أو الفقراء. أنا أتكلم عن المسنين، يعني في هنا في كبار سن مثلا ليس لديهم أبناء، ليس لديهم أهل، فهناك دور رعاية موجودة عندنا هنا في السعودية خاصة برعاية المسنين. لا توجد هذه المؤسسات، حتى لو كانت توجد الخدمات التي تقدمها ليست بما يعني شيء الذي يحسب. لا لكن موجودة عندكم أستاذ عبد الرحمن؟ يعني تحديدا أنه للمسنين؟ نعم خاصة بالمسنين. لا 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 تقصد دار المسنين، نعم دار المسنين موجودة هنا تحت رعاية الحكومة. لا أقصد في الأحواز يعني في المدن الأحوازية. دار المسنين أو المؤسسات لدعم أو رعاية المسنين، تقديم الخدمات للمسنين. نعم موجود ولا لا؟ لا 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 ما موجودة. جميل. طيب طبعا رعاية المعوقين يعني فيه دور خاصة بالمعوقين في كل مدينة مدن الأحواز؟ هي موجودة ما تسمى بهزيستي أو رعاية، ولكن كما سبق ذكرت هذا الموضوع أنه الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات هي تساوي لا شيء. بس أنا أقصد يعني الآن عندنا مثلا 20 مدينة أحوازية، هل في كل مدينة مثلا مقر لرعاية المعاقين يعني يهتموا بتعليمهم بإيوائهم بضمانهم حتى تزويجهم؟ لا ليس كل مدينة وليس كل المعاقين هم تحت رعاية هذه المؤسسة، لأن يعني هي مؤسسة حكومية وليس مؤسسة خاصة، يعني وهذه المؤسسة لا تقدم بما يكفيه يعني بما فيه الكفاية للمعاقين. طيب يعني كما ذكرت أنه لا يساوي لا شيء. طيب يعني حتى وإن كانت موجودة هي وجودها يعني لا يعني أنه هي تقدم هذا، قد يكون هناك قانون موجود، قد يكون هناك شيء منصوص عليه نص موجود، ولكن عملا لما نقارن نجي للحالة العملية على أرض ما يحدث على أرض الواقع هو اختلاف شاسع ما بين وجود دائرة موجودة في الأرض على الأرض ولكن لا تقدم أي خدمة للمواطنين، هذا اختلاف ما بين الأمرين. طيب يعني عندكم دور لرعاية الأيتام؟ أنا ما أتكلم لما أكون في يعني دار واحدة يعني أو خمسة من الدور في جميع منطقة الأحواز. الأحواز يعني زي ما يقول الدكتور النفيسي مثل الكويت 12 مرة، يعني دولة كبيرة جدا. فأنا أتكلم يعني لما أقول لك تقول لي واحد اثنين هذا ليس مقياس، أنا أتكلم الآن عن كل مدينة من مدن الأحواز، هل في دور لرعاية الأيتام خاصة برعاية يعني الأيتام؟ ليس كل مدينة، هناك مدن أحواز العاصمة فيها نعم، هو كل هذه الأمور، كل هذا ما تسميه دار رعاية الأيتام، دار رعاية المسنين، هذا كلهن مؤسسة واحدة. لما تذكر أنا أذكر مؤسسة واحدة تتكفل وما ينص عليها القانون واجبها أن تتكفل بهذه الأمور، هو ما سمت المؤسسة الرعاية الاجتماعية أو ما تسمى بالبهزيستي باللغة الفارسية، كلها هي هذه المؤسسة تقوم بكل هذه الأعمال، رعاية المسنين، رعاية المعاقين، رعاية الأطفال الأيتام، كل هذه هي هذه المؤسسة واجبها أن تقوم بهذا العمل. ولكن الأمر الواقع هو أنه ما، لأن لو كان هذه المؤسسة
قامت بما يكفي بواجبها، لما حصل ما هو واقع على الأرض، لما كان هناك نسبة الفقر متفشية في المجتمع الأحوازي بنسبة عالية. يعني الفقر موجود أستاذ عبد الرحمن، يعني حتى في دول الخليج موجود، في مدن مثلا عندنا في السعودية تجد، لكن ليس بالنسبة المهولة التي ذكرتها من خلال التقرير. لا. يعني هذا أمر غريب، وأنا حقيقة لما أجد يعني رسائل عبر واتساب من بعض الأحوازيين، لما يعني يعني يعطيني صورة ل يعني حياته والمطبخ للمكان البيت، يعني ما يعني أنت ما تتصور إن مثل هؤلاء يعيشون على أرض نفطية، على مخزون نفطي، يعني هذا أمر غريب يا أستاذ عبد الرحمن. يعني الفقر الموجود في الأحواز قد يعني لما نتكلم من العالم الغربي المتحضر أو العالم العربي خاصة من أخوتنا في الخليج نظرا للنعم اللي يعيشون بها، فقد يكون يحسبون أنه نحن نبالغ. يعني أنا أذكر مرة لما قناة الجزيرة زارت الأحواز، لما تكلمنا عن الاضطهاد الذي يعانيه الشعب العربي الأحوازي، لما تكلمنا مذيع قناة الجزيرة، الرجال تصور أنه إحنا نبالغ بالأمر، ولكن لما شاف الواقع على أرض يعني والتقى بالناس لبس الحقيقة. الآن إحنا الفقر اللي نتكلم عنه بالأحواز هو واقع، يعني أنت ما تلقى عائلة في الأحواز لا يوجد فيها 3 أو 4 شباب عاطلين عن العمل. يعني يمكن قد تكون في العائلة شخص واحد يعمل ويصرف على الآخرين، هذا الأمر طبيعي بالأحواز جدا، يعني شخص واحد يعمل إذا عنده وظيفة ويصرف على الآخرين، يعني غير من المستحيل أنه عائلة توجد وما بها 3 أو 4 من الشباب عاطلين العمل، شباب ليس شباب عاديين، يعني ذوي الشهادات العليا، من حاصلين على شهادات جامعية. فنصف البطالة والفقر أصبح أمرا طبيعيا في الأحوال. طيب يعني أنت ذكرت هذه المشكلة تمام، ويعني مشكورين، يعني استدليتوا يعني ببعض الدراسات من جامعات إيرانية. طيب الآن ما هو الحل؟ النظام الإيراني يبطش ولديه يعني ممارسات عديدة، لكن الآن نريد حياة كريمة للشعب الأحوازي، نريد أن يعني أن نعايش حلول يعني ولو بسيطة حتى أن يكون الأحوازي في نعيم ويكون يعني في خير دائم، ما هي الطرق؟ طبعا هي قد تكون ليس هناك وصفة حاضرة أنه يقدمها الشخص للمواطن الأحوازي حتى يخرج من هذه الحالة. هو الأمر يعني يرجع إلى الجميع، ليس فقط للشعب المتواجد، بل المسؤولية الأولى هي تترتب على عاتق التنظيمات الأحوازية وعلى عاتق النشطاء الأحوازيين بالتحديد، أنه لا بد من تبيين الواقع الذي يعيش فيه شعبنا في الداخل للشعب العربي نفسه هو وللعالم الآخر من جانب الآخر، خاصة العالم الأخوة في العالم العربي، لأن كثير من الأخوة في العالم العربي لا يعرفون عن الأحواز شيئا، لا يعرفون عن الواقع الذي نعيش به. فلا بد من تبيين هذا الواقع، يعني لا بد في المواقع الأحوازية، في وسائل التواصل الاجتماعي، إذن لا بد من تبيين هذا الواقع الذي يعيشه الشعب حتى يصبح أمر بين. يعني لا بد من تبيين الشعب أنه هذا الواقع الذي يعيش به، هذه الثروات التي يمتلكها الشعب، واقع هذا هو. فالإنسان الذي يشاهد هذا هو إنسان يعني ذو عقل يفهم ويقدر يحلل الأمور. ومن جانب آخر يرجع الأمر إلى الشعب هو نفسه، الشعب لابد يعني إذا أردنا حياة كريمة لابد من دفع الثمن، إذا أردنا أن نعيش ونمتلك هذه الثروات لابد من تحمل المخاطر في هذا المجال. الأمر لا يأتي على طبق من ذهب وبدون أي تضحية وبدون أي نشاط وبدون أي عمل. وأثبت شعبنا أنه بإمكانه أنه هو يخرج نفسه من هذه المأساة، من هذا الظلم الذي يعيش به. عموما أستاذ عبد الرحمن أنا أشكرك على استجابة دعوة برنامج في هذا المساء، والأيام القادمة أنا من أهداف يعني البرنامج لهذا الدورة السنوية الرابعة هو أن نقف مع احتياجات المواطن الأحوازي، ما الذي يفتقد المواطن الأحوازي، وأيضا هل هناك يعني فرق بين يعني
عيشة المواطن الأحوازي وعيشة المواطن الفارسي، يعني هذا يعني في أشياء كثيرة، مجالات كثيرة جدا سام نتحدث عليها، أيضا الفساد المالي والإداري الموجود داخل أراضي الأحوازية سنتطرق إلى ذلك إن شاء الله في أيام قادمة. ونأمل منكم أستاذ عبد الرحمن أنت كباحث سياسي واجتماعي أن يعني تزودون بالتقارير لنقاش ذلك إن شاء الله في الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، أنتم وخصوصا من الأحواز العون بعد الله عز وجل لكي نقف مع بعض في خدمة هذا الفرد الأحوازي. كما ذكرتنا في بداية اللقاء، المعروف بأن يعني أي مستبد يقتل شعبه بالرصاص، ولكن نجد بأن النظام الإيراني يقتل شعبه أو من احتله بالإعدامات، بالمشانق، التلوث البيئي، الهجرة، التجويع، الفقر، أشياء كثيرة جدا. عموما الإيميل أمامكم الآن، وأي مقترحات تقترحونها يا أهلي في الأحواز، من يعني أشياء تساعد الشعب الأحوازي على تجاوز الفساد المالي الموجود في الشركات وفي المؤسسات الحكومية في الأحواز، أو الفساد الإداري أو الفساد المعيشي أو الظلم الذي يحصل من قبل النظام الإيراني على أي أحوازي، أو أي مثلا أي شيء تجدونه في خدمة الشعب الأحوازي، تواصلوا معنا عبر الإيميل. فئة المعاقين سنقف معها إن شاء الله يعني وقفة جادة، لأن هذا الأمر لا يستهان فيه. إذا كان الأحوازيين يخرجون أبنائهم المعاقين لكي يدرسوا في أصفهان أو في طهران ويتركوا أراضيهم، هذا يعتبر يعني ممارسة سيئة ولا تستحق أن يعني أن يسكت أحد أو أن نتغاب عنها أبدا. هم فئة غالية علينا ولا بد أن نقف معهم. هذا الإيميل أحواز وصال @gmail.com، وبإذن الله أن يكون هناك مواضيع وأطروحات تخدم هذا الهدف من مشيئة الله عز وجل. حلقة الثلاثاء القادم ستكون إن شاء الله مع دكتور سعد العتيق، وهي تجيب على تساؤلات كثيرة تصلنا عبر الواتساب وعبر الفيسبوك، وهي أن هناك يعني تناحر بين الشباب الأحوازيين على قضايا ساذجة ويتوسعون فيها، يعني انتماءات، أحزاب، تطرف في بعض المواقف، يعني تجد يعني شخص يعني لم يعرف يقرأ سورة الفاتحة، يعني لا يعني للتو يعني اهتدى ولا يعرف يقرأ شيء، ويبدأ يعني في أمور هذه الحزبيات التي يستغلها النظام الإيراني للتفرقة بين الشعوب الأحوازية. وللأسف بعض من الذين يعني لهم يعني سبق في العلم وطلب العلم اخترقوا بالغلو في مثل هذه الانتماءات والتحزبات والتحذيرات التي لا تفيد تماما. أنا أدعوكم أن تدعوا هؤلاء الشباب أن يتابعونا في حلقة الثلاثاء القادم، وسنفتح المجال للتواصل مع ضيفنا الشيخ سعد العتيق للنقاش حول هذا الموضوع. استودعكم الله مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا